طيب لسه مع اخبار لجنه الحكام. وكشفت لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف عن قائمه حكام دوري ابطال افريقيا للسيدات اللي هتقام بالمغرب الشقيق. وشهدت القائمه تواجد مصري ممثل في المحكمة الدولية شهندة المغربي حكما للساحة، ويعاونها الحكم الدولي أحمد الغندور حكم فار. ومن المقرر إقامة البطولة بالمغرب في الفترة من 28 من أكتوبر الحالي حتى 13 من نوفمبر المقبل.